بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في سلسلة تعليم مادة رسم التجميع والميكانيكي باستخدام الحاسب الآلي برنامج السوليد وورك لطلبة الفرقة الأولى بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي. معكم المهندس إسلام محمد، مدرس مساعد بكلية الهندسة جامعة بورسعيد. كنا اتكلمنا في السكشن اللي فات عن مجموعة من الأوامر الأساسيات اللي احنا هنبدأ نشتغل عليها في برنامج سوليد وورك. إن شاء الله النهاردة هنبدأ نكمل مجموعة من الأوامر، وإن شاء الله هنبدأ نرسم على البرنامج وإزاي نبدأ نعمل موديل للشكل اللي قدامك. زي ما احنا اتعرفنا المره اللي فاتت على الواجهه بتاعت البرنامج، دي الواجهه الرئيسيه لما بتبدا تفتح البرنامج اللي قدامك. وتاني حاجه بتبدا تعملها، بتبدا تعمل ايه؟ بتبدا تضغط على الامر بتاع نيو وتبدا تختار البارت وبعد كده تعمل اوك. تاني حاجه بعد ما تفتح البرنامج كنا بنقول بنبدا نحدد المستوى اللي هنبدا نشتغل عليه، ونبدا تفتح عندك قائمه بتاعت السكتش ويظهر لك مجموعه من الاوامر. كنا عرفنا الاوامر زي اللاين بنبدا نستخدمه ازاي، بتبدا تضغط على الامر بتاع اللاين وتبدا تضغط في اي حته او الجزء اللي تبدا تشتغل عليه وتبدا تعمل الخطوط اللي انت عاوز تعملها على حسب شكل الرسمه اللي قدامك. بنخرج من الامر ازاي؟ عن طريق كليك يمين سيلكت او عن طريق تضغط على الاسكيب. اتعلمنا برضو ازاي نعمل مستطيل عن طريق السنتر وعن طريق اللي انت تبدا تعمله عن طريق الكورنر. نفس الكلام استخدمنا الامر بتاع الدايره وعرفنا ازاي نبدا نعمل الدايره ونديلها لا اما نص القطر لا اما نديلها الابعاد باستخدام الامر بتاع السمارت دايمنشن. كنا اتكلمنا عن الامر بتاع الفيلت وعرفنا ان الفيلت عندنا بنبدا نحدد له الار بتاعتك وتبدا عند النقطه بتاعتك وتبدا تختار الامر بتاع الفيلت، سواء بقى عن طريق تعمل خطين او عن طريق تعمل النقطه بتاعت اللي ما بين القوس او الكورنر بتاعك تقدر تعمل الفيلت بتاعك. وعندنا حاجه تانية اسمها شامبر او الشطف، تقدر تعمله بنفس الطريقه بتاعت الفيلت وبتدي له البعد بتاعك او تقدر تدي له زاويه والبعد. كنا اتكلمنا كده عن مجموعه من الاوامر زي اللاين والدايره والمستطيل وازاي نعمل سترايك سلوت. نبدا نضغط على النقطه الاولانيه والنقطه الثانيه ونبدا نفتح، يبدا يعمل لك السلوت بتاعك. الحاجه اللي بعد كده كنا استخدمنا امر بتاع تريم، نبدا نضغط عليه وعاوز تشيل انت مجموعه من الخطوط يقدر يشيل لك اي خط انت عاوز تشيله من الرسمه اللي انت شغال عليه. عندنا امر جديد اللي هو اسمه البوليجون او الامر اللي تبدا تعمل منه اشكال زي الخماسي والسداسي والسباعي. أول حاجة بتبدأ تختار الأمر عندك لو أنت ضغطت عليه، وبعد كده تبدأ تحدد له الأوجه بتاعة الشكل اللي أنت هتبدأ تشتغل عليه. يعني أنت مثلا هتشتغل على شكل سداسي هتكتب له هنا 6، وبعد كده تبدأ تدوس في أي نقطة عندك ويبدأ عندك الشكل يبدأ يطلع زي ما أنت واضح قدامك أهو. أدي الشكل بقى شكل سداسي قدامك وتبدأ تتحكم فيه وتبدا تديله الابعاد اللي انت عاوزها. ممكن تزود فيه العدد بتاع 6، ممكن تخليه 5 وتبدا تقول له انا عايز اشتغل شكل خماسي وتبدا تتحكم في الارقام اللي انت او على حسب الشكل اللي قدامك ده. بتبدا ممكن نستخدمه في رسم الصواميل والاجزاء الميكانيكيه. عندنا مجموعة من الأوامر برضو زي الأمر، مهم جدا الأمر، حاجة اسمها ميرور. الأمر بتاع ميرور ده يعني أنت بتبقى تكون راسم حاجة وعاوز تعمل لها نسخة منها أو مراية بتاعتها.
لو انا فرضت ان انا عندي شكل زي شكل المستطيل اللي قدامي ده، والشكل بتاع المستطيل ده عاوز اعمل له مرايه بتاعته، المرايه بتاعته لازم اول حاجه لما اكون عندي شكل عاوز اعمل له مرايه لازم يكون في خط ما بينهم، يعني انت في خط او سنتر لاين للشكل اللي قدامك، يعني لازم يكون الخط ده لازم يكون عندك اول حاجه خط ده سنتر لاين او خط بيفصل ما بين الجزء ده والجزء الثاني اللي انت عاوز تعمل له مرايه. طب لو انا ضغطت على الامر بتاع الميرور، لو انا ضغطت على الامر بتاع الميرور هيبدا هو محتاج هيبدا يختار لي، عاوز يقول لي انت عاوز تعمل الخط اللي عاوز تعمل له الميرور ايه، ويقول لك حوالين مين. انت تقول له اول حاجه حوالين مين اللي هو مين الخط اللي هو المحور اللي عندك. طيب الجسم اللي انت عاوز تنقل له المرايه بتاعتك هتقول له والله انا عاوز الشكل اللي هو الشكل المستطيل اللي قدامنا ده، ممكن تحد عليه كده وتبدا تقول له هو ده اللي انا عاوزه، هو ده عامل عمليه علامه صح. ممكن استخدم الامر تاني واقول له انا عاوز ميرور حوالين المحور ده للشكل مين؟ للشكل بتاع الدايره. لو انا اخترت كده هتلاقي الدايره عندي اتنقلت حوالين المحور بتاعي. ده بنقدر نستخدمه في كذا في كذا من الرسومات، بنبدا نستخدم الكلام ده عشان نبدا نكرر حاجه معينه نرسمها في جزء اليمين ما نقعدش نكررها ونرسمها تاني في الشمال، لا نبدا نعمل عمليه الامر بتاع الميرور. ده كده يعتبر مجموعه من الاساسيات بتاعه البرنامج، يعني احنا اتكلمنا كده عن مجموعه من الاساسيات بتاعه البرنامج في حاله استخدام الاوامر بتاعه السكتش. الحاجه اللي بعد كده اللي انت هتبدا تشتغل عليها هي موضوع ازاي تبدا تحول الرسومات من ال2 دي اللي احنا رسمناها الى الاوامر الى رسومات 3 دي او شكل مجسم. القائمه بتاعه السكتش دي عرفتني ازاي ابدا ارسم مستطيل ودايره ومربع واعمل مجموعه من الخطوط، وازاي اقدر امسح بيه الترم او اقص اجزاء زياده، واقدر اعمل مجموعه من الاشكال في حاله شكل 2 دي زي ما هو واضح في الرسومات اللي احنا كنا اتكلمنا عنها في الرسم الهندسي او في الشكل اللي قدامك زي ما واضح قدامك كده. الرسومات دي تقدر تعملها عن طريق الاوامر بتاعت السكتش، يعني انت رسمه زي دي تقدر تحول الرسمه بتاعتك دي او تقدر ترسم الشكل اللي هو 2 دي اللي هو الابعاد بتاعته في اكس وواي باستخدام الاوامر اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب انت عاوز تحول بقى يا جماعه مجموعه الرسومات الى شكل 3 دي. لو احنا بصينا على الشكل اللي قدامنا ده او التمرين اللي قدامنا ده، هو عاوز يبدا يرسم الشكل اللي هو المجسم اللي قدامنا. عشان تبدأ ترسم الشكل المجسم ده لازم أول حاجة تفكر إزاي هبدأ أبني الشكل اللي قدامي. فالشكل اللي قدامي ده لو أنا بصيت له على المسقط الرأسي هو مجموعة من الخطوط. لو الشكل اللي قدامك ده مجموعة من الخطوط زي ما أنت شايف، لو أنت رسمته في ال 2 دي وعاوز تقدر تحوله لل 3 دي، يبقى أنت أول حاجة لازم ترسمه ك 2 دي الشكل اللي قدامك زي ما هو واضح في المسقط الرأسي، وبعد كده تروح تديله مين؟ تروح تديله ان السمك بتاعه بقيمه معينه وتقدر تديله الرسمه بتاعتها. طب ازاي الكلام ده نبدا ننفذه على برنامج السوليد؟ لو انا رحت للبرنامج وقلت له والله انا عاوز ابدا ارسم شكل معين، لو انا عملت بقى من اول خالص نيو وهبدا ارسم من الاول خالص وقلت له البارت وهبدا احدد المستوى اللي هبدا اشتغل عليه. حددت المستوى اللي هبدأ أشتغل عليه، تاني حاجة بقدر أعملها إيه؟ بروح أرسم في ال 2 دي، يعني دي أول خطوة تروح ترسم فيها، تروح ترسم في ال 2 دي. ما ينفعش تروح لل 3 دي مرة واحدة، لازم تروح ترسم في ال 2 دي زي ما هو واضح لك كده. هنعتبر عندنا إن الشكل اللي عندنا هو عبارة عن شكل مستطيل والأبعاد بتاعته كانت عبارة عن السمارت دايمنشن كانت عبارة عن 100 في ال 80. نقول ده 100 ونديله العرض بتاعه عباره عن 80.
كده انت خلصت الرسم بتاعتك في 2 دي، وهتلاقي عندك هنا مكاتب لك ايه فولو ديفاين، يعني هو قال لك هنا خلاص انت خلصت كل حاجه كامله عندك، كل حاجه متعرفه عندك. انا عملت مستطيل، والمستطيل ده اديت له الابعاد. تالت حاجه ابدا اقول له الجسم ده او الشكل ال 2 دي ده انا عاوز احوله ل 3 دي. لو انا رحت للقائمه بتاعت اللي جنب السكتش اسمها فيتشرز، لو انا دوست عليها كده هيظهر لك مجموعه من الاوامر. مجموعه من الاوامر دي اهم امر فيها هو الامر بتاع الاكسترودد، او الامر بتاع تبدا تبني جسم معين، تقدر تديله جسم ليه ماتيريال معينه بالعرض بتاعه. لو انا ضغطت على الامر بتاع الاكسترودد هيبدا يعمل لك ايه؟ هيبدا يحول لك الجسم بتاعك من ال 2 دي لشكل ال 3 دي، ويبدا يفتح لك قائمه على ايدك الشمال هيقول لك خلي بالك ان انت عاوز السمك بتاعك يكون قد ايه؟ هتقول له انا عاوز السمك بتاعي يكون 20، الوحدات اللي انت شغال عليها بالمليمتر. يبقى انت اول حاجه تحدد له السمك اللي انت هتبدا تشتغل عليه، قلت له 20، وبعد كده تقدر تعمل له علامه صح. الجسم اللي قدامك اتبنى كشكل الموديل اللي قدامك، لو انت بصيت كده وبدات تتحرك في الشكل اللي قدامك كده هتلاقي شكل يتحول من ايه؟ شكل المستطيل اتحول لشكل متوازي مستطيلات، او شكل مجسم في كمان شكل منظور. لو انا بصيت له كده ده شكل المستطيل اللي كان عندي، ادات له السمك اللي هو عباره عن ال 20، بدا يبني لي الشكل بتاعي كشكل المستطيل او متوازي مستطيلات. يبقى انت اول حاجه بتبدا تفتح البرنامج، تبدا تخش على القائمه بتاعت البار. ثالث حاجه تبدا تشتغل على الرسمه اللي قدامك، او تحاول تقرا الرسمه بتاعتك اللي انت ازاي ترسمها في 2 دي وتحولها ل 3 دي. هي الفكره كلها في برنامج الصوره في الجزء ده. عملنا الكلام ده تقدر بقى تبدا تشتغل على حسب الرسمه اللي قدامك. طيب ادي اول امر بنبدا نشتغل عليه اللي هو الامر بتاع الاكسترودد، او الامر بتاع اللي هو بيبدا يبني للشكل اللي قدامك. طيب انت عندك امر تاني مهم؟ اه ده انت عندك امر تاني اسمه اكسترودد كات، يعني عكس اكسترودد بتاعت اللي بيبني الجسم بتاعك، لا ده انت عاوز تفرغ جسم معين. لو انا عندي الشكل اللي قدامي ده وفي ثقب معين، يعني هنعتبر ان هنا في ثقب معين، الثقب المعين ده لو انا ما رسمتوش في 2 دي وعاوز ارسمه في 3 دي، لازم اول حاجه اروح لاكرر نفس الفكره كلها. لازم اول حاجه احدد له السكتش اللي هشتغل عليه. زي ما انتوا كنتوا فاكرين كده كنا بنعمل ايه؟ كنا بنروح للفرونت ونختار نقول له انا عاوز ارسم على المستوى ده، ويفتح لك القائمه بتاعت السكتش. فانا عندي المستوى ده تقدر تختاره عن طريق المستويات اللي قدامك، او عن طريق مين؟ تقول له والله انا عاوز ارسم على الجزء ده او على السطح ده. لو ضغطت عليه ضغطه واحده هيبدا يفتح لك قائمه. لو انا دوست على الامر بتاع السكتش كده البرنامج فهم اللي انت عاوز ترسم سكتش 2 دي على السطح اللي انا حددته له. وبعد كده تبدا تعمل له ايه؟ تقول له على السكتش كليك يمين وتعمل له نورمال 2، يعني تقول له اعدل لي شكل الرسمه بتاعتي تكون عمودي عليا. بعد كده تبدا تعمل ايه؟ تقول له والله انا عندي ثقب هنا، اروح استخدم الامر بتاع الدايره واقول له انا عندي ثقب في المنتصف، وافتح الدايره بتاعتك وابدا اقول له السمارت دايمنشن بتاعتها او البعد بتاعها كان عباره عن 50، واعمل انتر، او تقدر تعمل علامه صح اللي قدامك كده. الشكل الرسم اللي قدامك هو رسم لك دايره، بس الدايره دي هو ما يعرفش هيعمل فيها ايه. هل انت الدايره دي عاوز تبنيها، يعني انت عندك عمود وعاوز تطلع العمود ده بطول معين، ولا عاوز تفرغ الدايره دي؟ كده انت مهمتك في السكتش انتهت. تروح للقائمه بتاعت فيتشرز وتختار الامر الثاني اللي هو عباره عن الاكسترودد كات. اكسترود كات من شكلها كده اللي هو شكل بيفرق، يعني بيبدا يعمل ايه يعني تعمل يعمل تقوب، يعمل مجاري، يعمل شكل مفرغ، بيبدا يفتح في المعدن بتاعك او في الماتيريال بتاعك. لو انا ضغطت عليها هيبدا الجسم عندك، لو انت مسكت البقره كده وحركت الماوس اللي معاك هيبدا يقول لك ايه الدايره اللي قدامك دي انت عاوز تفتح تفرغها بقيمه مين، 20 ولا اقل من ال 20؟ لو انا قللت كده بص كده معايا هتلاقي عندك ايه، لو انا ضغطت لها 5
لو انا ضغطت 5 هتلاقي 5 بقت ايه، عمل ثقب لغايه سمك 5. لو انا خليتها 10 انا طبعا عارف ان السمك بتاعي كان 15. لو انا عملت 10، لو انا عملت 15، لو انت واضح كده شايف الشكل اللي هو اللون الاصفر ده، يعني هو هيفتح الثقب بتاعك لغايه النقطه دي او لغايه المسافه دي. و لا هقول له لغايه ال 20 اللي هو الطول بتاعك كله. ضغطت على ال 20 وعملت علامه صح. هبدا ابص كده هتلاقي الشكل عندك بقى ايه؟ شكل الدايره اللي انت عملتها بقى مفرغ، يعني الشكل اللي قدامك ده بقى مفرغ قدامك. كان ممكن تعمله غير مفرغ او غير نافذ عن طريق ايه؟ البعد اللي عندك، يعني انت عندك السمك اللي قدامك ده كان 20، انت عاوز تخليته 20، خليته 10، خليته 15، على حسب الشكل او على حسب الرسمه اللي قدامك. ده كده يعتبر الامرين المهمين جدا في استخدام ازاي تبدا تعمل الجسم بتاعك ك 3 دي. ودولت من الحاجات المهمه جدا اللي هتبدا تشتغل عليها في الرسم التجميع والميكانيك. لو احنا رجعنا كده للبرزنتيشن وشفنا الشكل اللي قدامك ده، في التمرين اللي قدامك الشكل البسيط ده قال لك ايه؟ قال لك انت عندك شكل زي يعتبر مستطيل ومتفرغ منه جزء معين. تقدر تفكر انت في الرسمه دي ازاي؟ والله تبدا تقول له والله انا ممكن ارسم الخط ده وارسم الخط ده وارسم الخط ده وارسم الخط ده وارسم الخط ده ولغايه ما اخلص من الشكل كله، وابدا ادي لها العرض بتاعها اللي هو باستخدام امر اكسترود بالقيمه بتاعتها معينه واطلع الشكل اللي قدامي. واحد تاني يقول لك لا انا هبدا اعمل مستطيل ابعاده 4.5 في 3 وابدا اعمل مستطيل تاني وابدا افرغ الجزء اللي في النص ده، ابدا باستخدام الامر بتاع المقص اخلص الكلام ده. واحد تاني يقول لك لا انا هعمل مستطيل 3 في 4.5 وابدا اعمل اكسترود بالعرض، يبقى هو عامل شكل مستطيل، وبعدين يروح عامل سكتش جديد على السطح ده وبدا يراسم شكل الحرف يو اللي قدامك ويبدا يطلع الرسمه بتاعتك. يبقى السوليد وورك فيه كذا طريقه اللي انت تبدا تعمل الموديل بتاعك، يعني انت كل واحد على حسب دماغه، بس هو الافضل تعمل الموديل بتاعك باقل اوامر، يعني ما تستخدمش اوامر كتير، باقل حاجه وتوفر موضوع الوقت معاك. لو رحنا على برنامج السوليد وبدانا نشتغل على الرسمه اللي قدامنا، لو احنا قفلنا الكلام ده وقفلنا الجزء الثاني ده وبدانا نفتح بارت جديد وعملنا حددنا اول حاجه المستوى، وقلنا اول حاجه نبدا نختار المستوى اللي احنا هنشتغل عليه بتاع الفرونت ونبدا نعمل سكتش. الرسمه اللي قدامك كده كانت عباره عن ايه؟ الشكل اللي هو عباره عن المستطيل ومفرغ من الجزء اللي قدامك. واحد يقول لك انا هبدا اشتغل كمستطيل، يبدا يعمل مستطيل وبعد كده يبدا يحدد الابعاد بتاعته. هنعتبر الابعاد بتاعتنا كانت عباره عن 100 في ال 80 وكان عندك جزء في المنتصف او شكل مستطيل هنا مفرغ، تبدا تستخدم الامر بتاع المستطيل وتبدا تدي له علامه صح وتقول له الابعاد بتاعته كانت عباره عن من الجزء ده في الخط ده كان عبارة عن 30، ومن الجزء ده لحد الجزء ده كان عبارة عن 30، والجزء في المنتصف كان عبارة عن 40. طب الطول بتاعه كان عبارة عن كام؟ الطول بتاعه كان عبارة عن 40. طيب بعد كده انا خلصت الكلام ده اقدر بالمقص اشيل الجزء اللي في المنتصف ده وادي علامة صح. انا كده خلصت الشكل ك 2 دي، اروح احوله ل 3 دي عن طريق القائمه بتاعت فيتشرز واقول له اكسترود وادي له العرض بتاعه كان عباره عن ال 20. يبقى انا كده رسمت الموديل بتاعي بطريقه بسيطه جدا، وكل واحد فيكم هيكون ليه طريقه يبدا يرسم منها. اديت له شكل المستطيل وقدرت اشيل الكلام ده. ده الشكل اللي واضح قدامك. يبقى انا عملت ايه؟ عملت
رسمه كـ2D. اول حاجه فكرت في الرسمه عملتها كـ2D وحولتها لشكل 3D. لو احنا رجعنا تاني للبرزنتيشن ورجعنا شفنا رسمه تانيه، لو احنا بصينا على الرسمه رقم 4، الرسمه الموضحه قدامك هو مديك مسقط راسي ومسقط افقي ومديك شكل المنظور. طبعا انت عاوز توصل لمين؟ لشكل المنظور. المسقط الراسي والمسقط الافقي بيساعدك ازاي تبدا تبني الشكل بتاعك. لو انا بصيت على الشكل بتاعي هتلاقي عندك ايه؟ هتلاقي عندك شكل مستطيل وفي نص دايره ونص دايره، او شكل شبه السلوت كده لو انت بصيت له كده من المسقط الافقي، وعندك ثقب 20 وعندك ثقب تاني، ومن فوق في مجرى مفتوحه اللي هي قيمتها 20 في 10. تقدر تحلها بكذا طريقه، يعني انت تقدر تحل الرسمه دي بكذا طريقه. ابسط طريقه عندك اللي انت تبدا تعمل الشكل بتاع المسقط، الشكل بتاع المسقط الافقي، وتبدا تعمل له الاكسترود بالمسافه اللي هي 20، وبعد كده تبدا تعمل المجرى بتاعتها. طب لو احنا دخلنا على الرسمه اللي قدامنا او دخلنا على برنامج السولف، اول حاجه هبدا احدد مستوى. لو انتوا فاكرين في موضوع تحديد المستوى كنا بنقول نختار ايه، فرونت او توب او رايت، تفتكر الشكل المناسب لينا بقى ايه؟ لما انا جيت فكرت في الرسمه اللي كانت قدامي كنت بفكر ان انا ابدا ارسمها على شكل ايه، على شكل المستوى اللي انا هبدا اشتغل عليه. كنا بنقول نبدا نحدد ازاي المستوى بتاعنا. الشكل بتاعنا الرسمه اللي قدامنا كانت قال لك ايه، لما احنا جينا نفكر فيها بصينا على المسقط الافقي وقدرنا نعمل ان احنا نبدا نرسم الشكل بتاع المسقط الافقي ونبدا نعمل لها اكسترود بمسافه معينه. فاحنا هنا المستويات هنا تقدر تختار المستوى بتاع مين، اختار بتاع التوب عشان الشكل قدامك يطلع نفس الشكل اللي قدامك في الرسم. هو مش هيفرق كتير لو انت اخترت اي مستوى وعدلت شكل الرسمه قدامك، بس هنا يفضل تبدا تستخدم المستوى بتاع التوب وتبدا تقول له سكتش، هتلاقي عدل لك الشكل اللي قدامك. لو انا استخدمت ورسمت الرسمه دي بطريقه بسيطه عشان الناس ما تتلخبطش، الرسمه دي تقدر تعملها عن طريق مين؟ تقدر تستخدم الامر بتاع السترايت سلوت وتبدا تعمل نقطه وتعمل نقطه ثانيه وتبدا تديلها العرض بتاعها وتبدا تعمل علامه صح. كان طب الرسمه دي كان فيها ايه؟ كان فيها ثقب هنا، كان في دايره هنا، وكان عندك دايره ثانيه، وبعد كده تبدا تحدد الابعاد بتاعتك. اول حاجه الابعاد بتاعتك لو احنا رجعنا للرسمه بتاعتنا كانت الابعاد بتاعتنا كانت عباره عن كام؟ عباره عن القطر بتاع الدايره 20 والعرض بتاع الجسم كله، هو مديك هنا الار اللي هو 20، يعني العرض ده كله كام؟ عباره عن 40، والطول كله من المركز ده للمركز ده عباره عن 80. يبقى انت عندك 80 و20 و20، ده الطول بتاع الجسم كله، والعرض بتاع الجسم كان كام؟ عباره عن ال 40. لو احنا رجعنا للرسمه اللي قدامنا على البرنامج ونبدا نحدد له النقطه بتاعتك، يبقى النقطه بتاعت المركز للنقطه بتاعت المركز الثانيه كان عباره عن 80 مللي. وقال لك ان القطر بتاع الدايره اللي بره كان عباره عن الار بتاعته كانت عباره عن 20، ار 20، والدايره اللي كانت في الداخليه كانت عباره عن كام؟ كانت عباره عن 20. لو انت بصيت على الشكل اللي قدامك كده انت ممكن تبدا تعمل ايه؟ بدل ما تروح تدي البعد بتاع الدايره اللي قدامك ده، لا نبدا نستخدم شويه علاقات او تبدا تستخدم شويه حاجات ادفانس شويه في البرنامج. لو انت ضغطت على الدايره اللي قدامك دي وعملت كنترول على الدايره الثانيه هتلاقي وضح لك هنا ايه؟
فاتح لك مجموعه من العلاقات ما بين الكلام ده، تقدر تقول له والله ان الدايره الاولانيه بتساوي الدايره الثانيه، يبقى انت عملت علاقه ما بين ده وعلاقه ما بين الدايره الثانيه، بدل ما تقعد تعمل البعد بتاع كل رسمه قدامك. خلصت الشكل بتاعي وابدا اديله الامر بتاع مين؟ هديله الارتفاع بتاع الاكسترود، يعني انا عاوز اديله الارتفاع بتاعي، انا حولت الشكل بتاعي من 2D عايز احوله ل3D. واحد تاني يقول لي طب في مجرة، اقول له المجرة دي ممكن ناخدها في الخطوة اللي بعد كده، ازاي نبدا نرسم الكلام ده؟ طيب نبدا نعمل الامر بتاع اكسترود، وهنبدا نديله ان الارتفاع بتاع الشكل اللي قدامي ده كان كام؟ كان 20، واديله علامة صح، ويبقى انا كده خلصت الشكل اللي قدامي بطريقة بسيطة. طيب ايه اللي ناقص عندك؟ كان عندك هنا في الرسمه بتاعتك، لو انا رجعت لها كده شكل الرسمه اللي قدامك كان في مجرى، شايفين المجرى اللي قدامك دي قيمتها كام؟ 20 في 10. طيب المجرى دي اقدر اعملها ازاي؟ بطريقه بسيطه جدا، اقدر اقول له على المستوى بتاع السطح ده واقول له ارسم مستطيل وهنزل باكسترود كات بمسافه 10، اعرف له العرض بتاع ال 20 وادي له السمك بتاع اللي هي قيمتها 10. طيب عندك ايه تاني تقدر تعملها بطريقه تانيه؟ اه تقدر تعملها بطريقه تانيه، تبدا تعرف له السطح اللي قدامك ده اللي هو المستوى ده بتاع المسقط الرأسي، وتبدا ترسم له الشكل بتاع ال 20 ال 20 في 10، وتقول له اكسترود كات بالمسافه بتاعت ال 40. يبقى انت عندك كذا طريقه تقدر ترسم بيها الشكل اللي قدامك. لو احنا رجعنا على البرنامج وقلنا له حدد لي الشكل اللي هبدا ارسم عليه، لو انا وقفت على السطح ده وعملت كليك يمين وقلت له اعمل القائمه بتاعت السكتش واعمل نورمال 2، يبقى انا حددت الشكل قدامي. لو انا عملت الامر بتاع المستطيل وقلت له انا عندي مستطيل هنا او المجرى بتاعتي هنا، المستطيل بتاعها كان عباره عن كام؟ عباره عن العرض بتاعها كان عباره عن ال 20، والطول بتاعها بالطول بتاع الجسم كله. طيب دلوقتي المجرى اللي انا عملتها دي ما هياش في المنتصف، يبقى انا لازم احدد لها ايه؟ اقول له لازم يكون الشكل بتاعي ده في المنتصف بالظبط. ازاي؟ بالابعاد، يعني انت لو حددت الابعاد بتاعتك، لو قلت له والله انا عندي من النقطه دي لحد النقطه دي وادي له البعد بتاعه. لو انا عارف ان البعد بتاعي كان كام في الاول، من النقطه الاولانيه دي لحد النقطة دي كلها كانت عبارة عن كام؟ 80. طيب لو هي لغاية الخط ده يبقى هي كام؟ لو أنا لغاية المنتصف لغاية 40، يعني لو شلت منها 10 يبقى من عند الخط ده، الخط ده كام؟ 30. كده خليت الشكل بتاع الرسمة في المنتصف، عن طريق مين؟ عن طريق البعد اللي أنا اديتهولي. لو أنا بصيت تحت كده أنا معرف له الفولي ديفايند، أو عرفت له جميع الأبعاد اللي هو محتاجها. طب الخطوه اللي بعد كده هبدا اعمل له ايه؟ من القائمه بتاعت فيتشرز وابدا اعمل له اكسترود كات. طب انت هتعمل اكسترود كات على مين؟ على الشكل اللي قدامك. لو انا بصيت كده، لو انا عدلت الشكل اللي قدامي كده هتلاقي ايه؟ عاوز يعمل لي اكسترود كات بمسافه كام؟ هو محددها لي قيمتها 20. لا اقول له انا عاوز مسافه 10. يبقى انت هتعمل لي مسافه اكسترود كات او تقطع في الشكل اللي قدامك دي بالقيمه بتاعت ال 10. وتبدا تعمل علامه صح، تبدا تبص على الشكل اللي قدامك كده، عمل لك شكل المجرى بتاعتك وبقى ده شكل المطلوب بتاعك اللي قدامك، بقى ده شكل الرسمه اللي قدامك. احنا كده اتكلمنا بطريقه بسيطه جدا عن مجموعه، تكملنا شويه الاساسيات بتاعت الاوامر بتاعت ال 2D، ودخلنا على الامر بتاع ال 3D اللي هو الامر بتاع اكسترود كات واكسترود، واتكلمنا عنه كده بطريقه بسيطه، وحلينا تمرينين يعني رسمتين بسيطه خالص تقدر تدرب ايدك عليها في البيت وتدرب الكلام ده على البرنامج. ان شاء الله في المره الجايه هنبدا نكمل الموضوع او تكمله الاوامر الخاصه بالقائمه بتاعت فيتشرز، وهنبدا نكمل الاوامر اللي هنبدا نستخدمها في الرسم التجميلي. شكرا لكم، وان شاء الله نلتقي على خير.